أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه قراءة وتحليل للمشهد السوري بكل تطوراته الحاصلة. ومعنا في الاستوديو الدكتور عبد الكريم الوزن الأكاديمي والكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك معنا دكتور عبد الكريم. ومشاهدينا، يعني وزارة الدفاع الروسية أكدت استهداف الضربات الغربية على سوريا لمنشآت عسكرية كالمطارات بالإضافة لقواعد بارزة وجرمانة. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إن الضربات نفذتها صواريخ كروز من ناقلات بحرية وجوية من البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى أن الجيش السوري استخدم 112 صاروخا مضادا لصد الضربات. أيضا قال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغن، قال إن ما حدث في مدينة دوما ما هو إلا بمثابة عملية استفزازية، وحذرنا مجلس الأمن الدولي وقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لقد وصفنا ما جرى في مدينة دوما كعملية استفزازية، وقد حذرنا مجلس الأمن الدولي وقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدمنا خلال كلمتنا وثائق تؤكد أن ما جرى مسرحية، وأشرنا إلى الإجراءات الشنيعة من قبل الدول الثلاثة فرنسا وأمريكا وبريطانيا دون انتظار بعثة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وما ستكشف عنه التحقيقات لهذا الحادث. إذن مشاهدين في الاستوديو الدكتور عبد الكريم الوزن الأكاديمي والكاتب الصحفي، الحديث عن المشهد السوري بكل تفاصيله. دكتور عبد الكريم، يعني تطورات حاصلة سريعة في هذا المشهد منذ الضربة الأمريكية أو الضربة الثلاثية على سوريا، وحتى يعني منذ الساعة تقريبا والاجتماع الطارئ لمنظمة حظر الكيماوي بشأن الهجوم على دوما، كيف تجد هذه التطورات؟ في حقيقة الأمر ما يحدث في سوريا ليس بالجديد أو الغريب على المتتبع السياسي والراصد الإعلامي. ما يحدث في سوريا هو رد فعل لتنافسات الدولية على الساحة العربية وصراع ما بين الدول لتقسيم الكعكة العربية في سوريا تحديدا. العملية هي عملية تقسيم للأملاك للأموال العربية من قبل الساسة الغربيون، وهذه تعكس العملية استعمارية جديدة تتمثل بسايكس بيكو الثانية، حيث يتم تقسيم هذه الأراضي العربية التي ستفضي إلى عملية تأكيد خارطة شرق أوسطية التي طالما تحدثنا عنها، وفي نفس الوقت فهي تعكس تنامي الحاجة الغربية للبترول وللغاز وللثروات العربية الأخرى فيما بعد البترول والغاز الموجود في المنطقة العربية وبالذات سوريا، حيث تعد سوريا ثالث بلد عربي بالغاز، ومناطق سوريا مقسمة ما بين غاز وما بين نفط، ناهيك عن الموقع الاستراتيجي لها وما يرتبط بها من مصالح دولية وإقليمية، وأقصد إقليمية بالدرجة الأولى ما بين إيران وتركيا. فما يحصل هو تصفية حسابات ما بين الأقطاب الكبرى، اختلاف على المصالح العربية للأسف. إلى أين يمكن أن تصل بنا الأمور في إطار تصفية الحسابات دكتور عبد الكريم؟ هذه العملية ستؤدي إلى عملية للأسف إلى عملية تقسيم كبيرة. يبدأ التقسيم في سوريا ومن ثم يلحق ذلك التقسيم في العراق، وقد سبق كل ذلك ما يسمى بالربيع العربي الذي أدى إلى حصول ما حصل في سوريا واليمن وليبيا. ومن غير الربيع العربي أصلا ما حصل في العراق منذ احتلاله، هذا سيؤدي إلى تشتيت الثروات العربية، وهذا سيؤدي إلى تقسيم الأرض العربية، وللأسف والأخطر سيؤدي إلى ضرب الرأي العام وخرق الرأي العام العربي وإضعافه لشعوره بالضعف
من قبل قادة الرأي ومن قبل الساسة في هذه البلدان. طيب، يعني ما الرهان في هذه اللحظات؟ على ما تراهن؟ على من تراهن فيما يتعلق بهذا المشهد السوري؟ يعني أنت تقول في احتمالية لسايكس بيكو ثانية، لكن إذا تحدثنا عن الأولى كان لها ظروفها ومناختها وكذا ومعطياتها أيضا، ما المعطيات التي تؤشر هي مؤشرة لسايكس بيكو ثانية؟ يعني نجد الكثير من التراشقات وتصفية حسابات الأمريكية الروسية في هذا المشهد السوري، برأيك يعني على ما تراهن لإنقاذ سوريا بشكل بسيط؟ سوريا والوطن العربي بشكل عام، لا يتم إنقاذ سوريا إلا بوحدة العرب الحقيقية، أزاء ما يحدث من صراعات وأطماع دولية. أراهن على وحدة العرب، أراهن على وحدة الكلمة، أراهن على تنامي الرأي العام العربي. الرأي العام كان عندنا في الوطن العربي رأي خامل، الآن الرأي العام أراهن عليه بحكم تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، وأصبح العالم قرية تكنولوجية، قرية عصرية، قرية كونية. من جانب آخر، على الرغم من استخدامنا لمفردات صراع وتنافس، فهذا لا يعني عدم وجود اتفاقات دولية مخابراتية مسبقة ما بين هذه الدول. وحتى ما حصل في بداية الضربة على سوريا، كان هناك الضربة كانت باردة. نحن طبعا نحمد الله كثيرا على سلامة أبناء شعبنا السوري، وفي نفس الوقت نحن ضد أي ضربة لأي أرض عربية أو إسلامية ولأي بلد عربي مهما كانت الظروف. ولكن الملاحظ أن هذه الضربة كانت مكشوفة واضحة جدا للرأي العام، لأنها متفق عليها، ولمجرد إثبات قطب لقطب آخر أنه موجود في هذه الساحة. وبذلك تجدين الآن الخلاف ما بين روسيا وأمريكا، وهذا يأتي على في ضوء الاتفاق السري بينهما على التقسيم. طيب، ككاتب صحفي وبنظرة صحفية، كيف تجد مخرجات القمة العربية؟ كيف تعاملت وتعاطت القمة العربية بالأمس مع هذا المشهد السوري، الأزمة في سوريا؟ بلا شك القمة العربية قياسا إلى القمم السابقة، كان هذا المؤتمر أكثر حيوية، صحيح، في الرأي، أكثر فعالية، كان هناك ارتياح لدى المتلقي، لدى الشعب العربي، حقيقي، ولدى الدول، صحيح، الإسلامية، لأن صدرت قرارات في المؤتمر تساعد على تشخيص الخلل النازف في الأمة العربية، سواء من حيث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أو من خلال تحديد الأخطار الإيرانية على الوطن العربي. صحيح. هذان بالتأكيد من العناصر المهمة التي تحدث شرخ في جسد الأمة العربية. كان هذا المؤتمر قريب إلى الواقع، كان فيه قدر كبير من الشفافية حيوية، كان شفافية، كان بعيد عن التشنجات، كأن الجميع حضروا للمؤتمر وهم يطالبون بوحدة الكلمة ووحدة الرأي. فهذا المؤتمر أعقد عليه الآمال، لا سيما وأنه تسلح بالتحالف العربي الذي يعكس هيبة وقوة العرب، وأقصد التحالف العربي والإسلامي كقوة عسكرية ضاربة تحمي الوطن العربي وليس سوريا من كل الأخطار. فهذا المؤتمر إن شاء الله يؤتي أكله بإذن الله قريبا إن شاء الله. طيب، خلينا نرجع مرة تانية للضربة الأمريكية أو الثلاثية على سوريا، برأيك ما أبرز تداعيات هذه الضربة حتى هذه اللحظات؟ أبرز هذه التداعيات، يعني نرى تراشقات في الحقيقة، نرى أيضا اتهامات، الكل يتهم الآخر، بريطانيا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية يوجهون اتهامات لروسيا، روسيا ترد، وهذه الاتهامات متبادلة
المبادلة بينهم بشكل واضح. يعني تريزا ماي اليوم في جلسة البرلمان قالت إن تدخلنا في سوريا لا يتعلق بالحرب الأهلية أو تغيير النظام السوري، بل لوقفه عن استخدام السلاح الكيماوي. روسيا أيضا تخرج بالكثير من التصريحات حيال ذلك، مدافعة عن طبعا الوضع وعدم استخدام أسلحة كيميائية وكذا. كيف ترى ما يحدث سيد عبد الكريم؟ سيدتي، بلا شك فإن الدول الكبرى تتعامل من خلال المصالح للمبادئ، وهذا مفهوم سياسي واضح. الضربة الكيميائية، الاتهام حول وجود استخدام كيميائي في سوريا، وسبقه قبل ذلك وجود أسلحة نووية في العراق، والأسلوب نفسه يتكرر بطرق مختلفة. نحن بلا شك ضد أي قوة أو ضد أي عنف ضد الشعب العربي الآمن، سواء كان في سوريا أو غير سوريا. ولكن أنا هنا أسلط الضوء من جانب حجج وألاعيب الدول الكبرى التي تتحدث عن الكيميائي. التداعيات الكبيرة هي تداعيات بالنسبة للغرب، وفيها حسنات وإيجابيات لنا نحن كعرب. التداعيات كشفت عن عورة الغرب، كشفت عن جشع الغرب، كشفت عن تآمر الغرب، كشفت عن الاتفاقات المخابراتية والدولية لتحقيق وتنفيذ أجندة الاستعمار الذي ما زال موجودا حتى هذه اللحظة بطرق مختلفة. أما الحسنات والإيجابيات فهي أكدت كما ذكرت لحضرتك بأن الغرب يستخدم أسلوب الدعاية، هذه الدعاية التي تمثلت في العراق كما ذكرت في في الأسلحة النووية، وفي سوريا في الكيميائية، وقبل ذلك قالوا تطرقوا إلى أن العراق قصف مناطق حلبشة بالكيميائي دعاية، وهي إيران قصفت، وقالوا أن العراق أعدم الأسرى، وهو في العكس الإيرانيون هم من أعدموا أسرى الجيش العراقي في منطقة البسيتين. وتلاحظين الدعاية تلعب دور في جانب إقليمي وجانب دولي. علينا أن نستفيد، الأخطار محدقة بنا من كل حدب وصوب. علينا أن نرى أنه لم يبقى للعرب إلا مصر، حفظ الله مصر. مصر العربية هي الوحيدة التي تتطلع إليها الأنظار. طيب. ورغم محاولاتهم الخائبة، ولكن مع ذلك خابت بإذن الله. عظيم أنك جئت على ذكر مصر. الموقف المصري من سوريا واضح وثابت، حتى في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في القمة العربية، الموقف المصري الخارجي في كل قضايا المنطقة العربية واضح وثابت. فيما يتعلق بالأزمة السورية، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، أيضا تحدث عن الحل السلمي عن طريق التفاوض بين كل الأطراف، ومصر ترفض أن تكون يعني هذه الأرض السورية مركز لتصفية الحسابات والصراعات القوى الدولية، وأيضا في مبادئها أن الحلول العسكرية لن تقدم حل نهائي لهذه الأزمة السورية وفق غيرها في الأزمات في المنطقة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الرؤية أو هذه الاستراتيجية الخارجية المصرية سواء للمشهد السوري أو غيره من ملفات خارطة طريق يمكن البناء عليها والتعويل عليها لإيجاد مخرج لهذه الأزمات، يعني لفتح آفاق جديدة حتى للتفكير في أزماتنا الحالية؟ سوريا فيها حرب في النيابة، حرب بالنيابة. هناك من يمثل دول إقليمية، وهناك من يمثل دول غربية كبرى، يعني حرب عالمية بشكل مصغر في سوريا. واستخدموا النقطة الواهنة لدينا، وهي الجانب الديني والجانب المذهبي، دخلت أيضا على الصراعات. وفق ما يحدث في سوريا فإن
لا يكون هناك حل سوري صحيح إلا برؤية الشعب السوري نفسه. صحيح. بلا دول إقليمية ولا دول غربية ولا أي تدخل خارجي عليه، فإن الحل هو بيد الشعب السوري. التغيير عربي 100%، والتطلع هو تطلع سوري، ويفترض بأبناء شعبنا في سوريا أن يستغلوا الوقت ويستفيدوا من الدروس والعبر التي حصلت، أصبحت بانوراما في سوريا من الأحداث والمواقف السياسية. هذا يكفي لأن يقرروا بأنفسهم ويتخذوا قرار واحد ويخلصوا من التدخل ويخلصوا من التدخلات الإقليمية والدولية. طيب أستاذ عبد الكريم، دكتور، يعني خلينا نتابع مع حضرتك مناورات درع الخليج، المزيد من المتابعة حول مناورات درع الخليج ومؤتمر التحالف المشترك الذي كنا تابعناه مع حضراتكم منذ قليل على أونلايف. معنا موفد أونلايف محمد الشاذلي، أهلا بك محمد، وإطلعنا على جديد الأخبار والتفاصيل لديك، تفضل. أهلا بك نهى، وأهلا بمشاهدينا الكرام وبالدكتور عبد الكريم الوزان. أهلا بسادة المشاهدين. بالفعل انتهى قبل دقائق من الآن المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن العقيد تركي المالكي، وتحدث عن إنجازات التحالف خلال الفترة الماضية، حتى أنه قال منذ الرابع من أبريل وحتى اليوم 737 هدفا وموقعا خاص بالحوثيين في اليمن. استعرض خلال هذا المؤتمر إنجازات التحالف خلال الفترة الماضية، تمت السيطرة على ميدي ورفع العلم اليمني عليها وفي انتظار تسليمها للحكومة. أيضا في هذا المؤتمر استعرض أجزاء من الطائرات، لعل الصورة توضح لك نهى وللسادة المشاهدين، جزءا من هذه الطائرات التي أطلقت على ربما قبل أيام على مطار أبها وكذلك بعض المناطق في جازان، طائرة تسمى طائرة أبابيل تم إطلاقها من اليمن. معظم هذه الطائرات والصواريخ البالستية تنطلق من صعدة، وهي من تستلق تنطلق من صعدة وتستهدف المملكة. زي ما قلت لك نهى وللسادة المشاهدين، تمت السيطرة على ميدي بالكامل وما زالت العمليات جارية في تعز والمخا. أيضا العقيد الركن التركي المالكي تحدث عن خطورة هذه الطائرات، حيث أنها تم استخدامها في العراق من تنظيم داعش وربما تمد إيران الحوثيين بها. ثبت استخدام مطار صنعاء لتخزين وتدريب والتحكم في تلك الطائرات من دون طيار، وجه تحذير شديد اللهجة للميليشيات الحوثية وكذلك لإيران بأنه في حال استخدام تلك الصواريخ فسيكون الرد قاسي وعنيف. هذه الطائرات التي يتم استخدامها من قبل الحوثيين هي طائرات انتحارية، خطرها كبير جدا على المنطقة، ليس فقط على المملكة العربية السعودية بل أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين. إيران تعتمد على مثل هذه الطائرات في هجمات، تقوم هذه الطائرات بتفجير نفسها في وقت يعني استهدافها أو عندما تصل إلى الهدف تقوم بتفجير نفسها. هذه يمكن يعني استخدمها الطيارون اليابانيون في الحرب العالمية الثانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تحدي كبير أيضا على المجرى الملاحي في البحر الأحمر في مضيق باب المندب. هذه الصور واللقطات التي تأتيكم نهى لبعض أجزاء من هذه الطائرات، والتي قارن بينها العقيد الركن التركي المالكي وبين صور موجودة بالفعل على الموقع الرسمي لحزب الله اللبناني وكذلك منظومة الصواريخ الإيرانية، أكد أن هناك والصور أوضحت ذلك بأن هناك تطابق كبير جدا ما بين تلك المنظومة والموجودة على الموقع. كان أيضا هناك يمكن جلسة في مجلس الأمن قبل أشهر وكان فيها أجزاء من صواريخ أطلقت على المملكة العربية السعودية، وتأكد بأن هذه الصواريخ إيرانية الصنع، لأن الأمين العام حتى للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش قال بأن الجيش اليمني لم يكن يمتلك مثل هذا النوع من الصواريخ وأن هذه الصواريخ هي إيرانية الصنع وتمد بها إيران للحوثيين في اليمن. هذا يعني يتسق مع العمل العسكري العربي المشترك والذي حدث اليوم في يعني شاهدنا مناورات درع الخليج واحد والتي أتمت وحققت أهدافها بحسب ما قال المتحدث باسم قوات درع الخليج العقيد ركن عبد الله بن حسين السبيعي. يعني نتحدث عن
24 دولة شاركت في هذه التمرين أو تمرين درع خليج واحد برعاية المملكة العربية السعودية، إيمانا من المملكة بضرورة العمل العسكري المشترك كذلك، كما أن هناك تعاون سياسي كبير جدا بين الدول العربية والشقيقة والصديقة. 24 دولة منها طبعا مصر كانت حاضرة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر تلك المناورات والبيان الختامي أو التمرين الختامي لمناورات درع الخليج، حتى يعني أن يوضح أن هذه الدول آمنت بأن هناك ربما مخاطر محدقة بالمنطقة، فكان لابد لها من أن تتعاون سياسيا وعسكريا للقضاء على هذه المخاطر. البيان بالأمس أيضا أكد ذلك، وأكد على رفض التدخلات الإيرانية في كافة الدول العربية، ضرورة انسحاب إيران من بعض الجزر الإماراتية التي تحتلها، كذلك ضرورة سحب الميليشيات الإيرانية من سوريا وكذلك من اليمن، ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية كافة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد الشاذلي من مدينة الخبر، وإطلاعنا على كافة التفاصيل المتعلقة بمناورات درع الخليج أو حتى بالمؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي. أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، يعني دكتور عبد الكريم، في أخبار مبشرة في الحقيقة في اليمن، يعني التحالف يتقدم ها هو في اليمن ويكبد ميليشيا الحوثي العديد من الخسائر. في 40 ثانية من فضلك تعليق حضرتك على ما يحدث في هذا المشهد اليمني أيضا. هذه صحوة عربية. عظيم. فقط هذه 40 ثانية صحوة عربية. تمام. أشكرك. شكرا جزيلا دكتور عبد الكريم الوزان الأكاديمي والكاتب الصحفي على وجودك معنا في استوديو أون لايف. حياكم الله. إذن مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، دائما انتظرونا على أون لايف.